أخبار اليوم. يا أيها السيدة نفيسة داخلين احنا دلوقتي فعلا احد الاماكن اللي بتقدم خدمات للزائرين للسيدة نفيسة. عندنا هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم في المطبخ ده، المطبخ الخاص بيبقى بيقدم خدماته. ازيك؟ اسمك ايه؟ مصطفى. بتعمل ايه؟ بخدم معاهم. بتخدم معاهم؟ فلوس ولا ببلاش؟ لا ببلاش، ماذا ضرب؟ بتقعد كام ليلة هنا؟ كتير كتير. اهلا بيك. هنحاول ان نتقدم كمان شويه ونشوف زوار هذا المكان. طبعا الدخول هنا كان فيه صعوبه شديده جدا، ولكن احنا داخلين دلوقتي احد الاماكن اللي فيها الزائرين وفيها. السلام عليكم. السلام عليكم. هنستاذنكم نقعد معاكم شويه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تعرف بيك. الشيخ جمال سالم عبد السلام. منشد ديني. منين يا عم؟ من اسيوط، مركز الفتح، قريه الوسط. منشد ديني في كل الموالد ولا في سيده نفيسه فقط؟ في كل الموالد، سواء جمهوريه مصر العربيه، من الصعيد لمصر. يعني احنا عارفين ان المنشد الديني ده بالنسبه للمحافظات شيء مهم جدا بالنسبه للموالد وبالنسبه حتى كمان في الافراح، وحتى كمان بتروح حفلات خاصه كمان. احكي لنا، انت من سوهاج؟ لا انا من اسيوط. من اسيوط. احكي لنا في اسيوط ازاي بتتم العمليه، يعني ازاي بيتم دعوتك انك تيجي تنشر، تيجي تجدل؟ في الليالي بتبقى سنويه مثبوته، وبنبقى عارفين مواعيد الموالد، وبناء على كده بنتحرك وبنيجي المولد بدعوة من صاحب الخدمة اللي بيبقى نصيبها في أي مولد، في سيدنا الحسين، في السيدة نفيسة، في السيدة زينب. فبناء على كده بنتحرك. ومين صاحب الخدمة؟ هنا صاحب الخدمة الشيخ محمود طه السوهاجي، نائب الطريقة الرفاعية بمحافظة سوهاج. يعني ايه صاحب خدمة؟ والله صاحب خدمة يعني هو الراجل اللي مكلف ان هو يعمل الخدمة هنا، ومن اكل وشرب ودبيح، وربنا يبارك لنا فيه. مقابل ايه؟ والله كله لله في لله. ده منتشر الموضوع ده، منتشر؟ طبعا منتشرة في كل مكان، بس قلائل اللي هم بيعملوا الحاجات اللي زي كده. شيخ جمال، التراجل منشد ديني، هل انت اللي بتكتب الكلمات وانت اللي بتلحنها، ولا في كاتب بيبقى ليك؟ والله عندما يمن الله عليك بالفتوح اي حاجة تتقال، ولكن انا بقول لسيدي صالح الجعفري وسيدي محي الدين العربي وسيدي عبد السلام الأسمر وسيدي عمر بن الفارض رضي الله عنهم، دول بتاخد منهم الكلمات؟ باخد من أصحاب كلمة. وإزاي بتنشدها؟ والله بالفتوح. أنا أعرف إن أنتوا بتقضوا بالساعات، بتقعدوا ممكن ليلة كاملة تقضوا. إزاي بتقضوا؟ يعني أنا أعرف المطربين في الحفلات بيقدموا كده، بيجي يقدم في النص كده، يجيب رقصة، يجيب طبلة، يجيب مزمار، إنما أنت بتقعد تنشد فعلا طول الليل. ازاي بيحصل الكلام ده؟ والله انا بالنسبه للروحانيات والفتوح بتاع ربنا، لما بكون واقف بنشد ممكن اقف 6 ساعات وسبع ساعات، ما احسش بالوقت مع الارواح والناس اللي قدامي والمحبين والمريدين، والحمد لله رب العالمين، كله من كرم الله. ايه اسعد حاجه بتسعدك، اجمل حاجه بتسعدك وانت بتغني او انت بتنشد؟ لما احس ان الناس مبسوطه مني. تحس انها مبسوطه ازاي؟ مبسوطه طبعا بعد ما بخلص بتنزل الناس تاخدني بالتهليل وبالاحضان، فده شيء بيسعدني جدا يعني، الحمد لله رب العالمين. وبرضه بيبان وانا شغال، بعرف اذا كانوا مبسوطين ولا مش مبسوطين. من الذكر؟ من الذكر طبعا، والارواح اللي في الذكر والمحبين والمريدين، وبكثره الناس. يعني انا لو الناس مش مبسوطه مني مش هلاقي عدد كبير قدامي. أنا محافظة فيها يعني ليالي جميلة وحلوة زي اللي احنا شايفينها دي، أكتر المحافظات اللي بتشهد رواج للناس؟ والله محافظة أسيوط وبالأخص مركز أبو تيج.
عشان بيحتفلوا هناك بالسلطان الفرغل. ف يعني ما يقلش عن مولد سيدنا الحسين او السيده زينب او السيد البدوي. وفي برضه سيد عبد الرحيم القنائي وسيده حسن الشاذولي. يعني بص كل يعني الاماكن دي كلها فيها احتفالات بالصلاه على رسول الله فوق ما مدى تصور. اكيد الكلام ده كله بيساعدك يعني، بس انا عايز اسالك انت بتنشد في مصر بس ولا خارج مصر كمان؟ انا بنشد في مصر وفي محافظات مصر، ومسافر رايح الصين ان شاء الله رب العالمين، ورايح دبي، والحمد لله رب العالمين كله من كرم ربنا وفتوح علي. ده هناك برضه هترايح في افراح يعني ولا رايح؟ لا رايح حفلات خاصه لرجال اعمال، ورايح هولندا ان شاء الله هغني على المسرح الهولندي. مشيت بالهولندي ولا بالمصري؟ لا طبعا بالمصري، بس هناك جاليات مصريه. هم اللي عازمينك يعني؟ اللي عازميني ان شاء الله رب العالمين مشيت الله. شيخ جمال، يعني في مدارس موجوده في مصر لفن التواشيح؟ والله انا اقدر اقول لك هي كلها نفحات. الانسان لما يكون موهوب من عند الله مش محتاج مدارس. ايوه بس انت موهوب ولقيت السكه اللي تمشي تشتغل فيها، انما في غيرك موهوب ومش عارف السكه، فليه ما يتفتحش مدارس او اكاديميات لحاجه زي كده؟ شيء اكيد. يا ريت. يا ريت ازاي؟ انا بقول لك، انا بسالك. طب وانا بايدي ايه؟ نكلم المسؤولين. ما انت الراجل المنشد، انت المفروض. بس مش في ايدي حاجه. انا اتمنى يكون في اكاديميه للانشاد الديني، وانا بسعى في كده. انت في عيلتك في حد زيك بينشد؟ لا في العيله لا، ولكن كان السيد الوالد صوته جميل جدا. ده اسمه ايه؟ اسمه سالم، عبد السلام سالم. طب في منشدات؟ والله في، بس في بحري، منهم السيده وفاء، بس دلوقتي يعني على ما اظن انهم هم يعني بطلوا يعني. يعني كانوا بينافسوا رجال فعلا؟ في اصوات كثيره كويسه في النساء، بس يعني معروف ان منشد ديني الراجل. ايه اجمل حاجه انت بتنشدها؟ والله الحمد لله بقول حاجات كثيره كويسه. زي يعني انا ممكن بقول حاسد وسأل عن الموالد وقال ايه فايدتها، بيقول هناك صواري وصواوين، وبيقول ان الدراويش بدعتها. انا بقول له فيها قصه سيدنا النبي الزين علشان نرددها، فيها الخير جميل لمساكنها، جمع الأحبة هنا ومين يقدر يبعدها. والله يا أخي هناك سفور وفجور، تقدر يا أخي تحاربها ولا أنت مأجور؟ جاي تطفي النور لتخربها، صلي على المصطفى ودع الناس لعوايدها. عليه الصلاة والسلام. هم بيندعوا على حاجة دلوقتي عشان تبدأ، بيقولوا ايه النمرة بتاعتك؟ أيوة تمام. اسمها النمرة؟ نمرة. اسمها ايه؟ والله لو لازم نسميها ايه؟ اسمك احنا بنسميها ليله حفله. نبدا الحفله مع المريدين بتوعك ومع زائرين للسيده نفيسه مادة. وان شاء الله بنتمنى لك فقره ان شاء الله تسعد بها الناس وتسعد بها نفسك اولا. اللهم امين. في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام، وتكون ان شاء الله ليله جميله نستمتع بها جميعا. اللهم امين يا رب. بنتمنى لك ليله جميله، وشكرا على اللقاء الجميل اللي لقيت بيه. ربنا يعزك ويبارك. شكرا. بنتمنى لك ليله جميله. تفضل حضرتك.